الستيم سيل. هنتكلم عن الستيم سيل وكذا توبيك في الستيم سيل. منها اول حاجه بيبقى ايه هي الستيم سيل. الستيم سيل عندي سيل خلايا ذات دونت ييت هاف ا سبيسيفيك فانكشن اور جوب ان ذا اورجانيزم. يعني ايه؟ يعني هي ما عندهاش سبيسيفيك فانكشن ولا جوب، ما عندهاش حاجه مخصصه ليها، وظيفه مخصصه ليها في الاورجانيزم. هي نون سبيسيفيك سيل، ولكن هي بتنشأ لي بعد كده سبيسيفيك سيل، انما هي في حد ذاتها نون سبيسيفيك. ليه؟ لان هي ما عندهاش لا سبيسيفيك فانكشن ولا جوب في الاورجانيزم. تاني حاجه بيقول لك ايه، وير ديد وي جيت ستيم سيل، ازاي اقدر احصل على الستيم سيل. عندي تو اوبشنز. اول حاجه عندي الادلت ستيم سيل. الادلت ستيم سيل اول حاجه اعرفها عنها ان هي مالتي بوتنت. يعني ايه مالتي بوتنت؟ مالتي بوتنت يعني عندها القدره تو ديفرنييت انتو ا كلوزلي ريليتد فاميلي اوف سيل. تمام. الادلت ستيم سيل موجوده فين بقى؟ فاوند ان بون مارو، سيركيوليتنج بلاد، بيبي تيس، اند امبيليكال كورد بلاد. ازاي بقى اقدر احصل عليها؟ باخدها من مين؟ باخدها طبعا من الهيومن. هاخدها من الهيومن بعد باخد منهم بيرميشن ان انا اخد منهم الستيم سيل من مكان من الاماكن اللي ذكرناها قبل كده. والبروسس ديت ما فيهاش اني هارم تو ذا دونر. يبقى انا عندي الادلت ستيم سيل ازاي اقدر اخدها من harvested from living person without their permission طبعا and without any harm to the donor. تاني اوبشن بالنسبه لي اقدر اخد منه ستيم سيل الامبريونيك ستيم سيل اللي هي ايه؟ بلوري بوتنت. بعد كده هوضح الفرق بين المالتي بوتنت والبلوري بوتنت. موجوده فين بقى الامبريونيك ستيم سيل؟ من اسمها امبريونيك يعني موجوده عندي في الامبريو. يبقى هنا found in a developing human embryo. بتبدأ امتى بقى تتكون عندي؟ after من 3 ل 5 days after fertilization. يعني بعد اليوم الثالث او الخامس من fertilization. when it's about بيكون عندي تكون about ايه 150 سيل. بيبقوا حجمهم ايه كبير. الستيم سيل are found inside this cluster. يبقى عندي موجودة زي ما واضح في الصورة كده بتكون موجودة في تجمع. ماشي تمام. embryonic stem cell بقى اقدر بقى ايه البروسس اللي ناخدها؟ بياخدها ازاي؟ donated by fertility clinics. يعني باخدها من عيادات الخصوبة. ال unused embryos يعني في ال IVF بيبقى فيه ساعات عدد اجنة هم خلاص مش محتاجينها مش هتستخدم، ساعتها ممكن يتم التبرع بيها بعد ما الكابلز والزوجين يوافقوا ان هم يتم عليهم تجارب الاجنه اللي هم خلاص مش محتاجينها دي. ساعتها بقى اقدر اخد منهم الستيم سيل واقدر اعمل التجارب واشوفها في الحاجات وعلاجات الامراض المختلفه اللي انا هجري عليها الابحاث بتاعتها. هنا بقى جه بقى الفرق بين ايه مالتي بوتنت سيل والبلورو بوتنت سيل. المالتي بوتنت سيل اللي هي كانت ايه؟ المالتي بوتنت سيل اهي عندها الابيليتي تو ديفرنييت انتو ا كلوزلي ريليتد فاميلي اوف سيل اللي هي الادلت ستيم سيل. عندي زي البرين والهارت والبون مارو بيكونوا لي بقى ايه سيل مختلفة زي البلاد سيل والكاردياك ماسل والنيورال سيل. السيلز المختلفة دي بعدها سبيسيفيك، انما الستيم سيل ذات نفسها نون سبيسيفيك. اما البلوري بوتنت سيل اللي هي ايه الامبريونيك سيل، عندي دي بقى ability to differentiate into almost all cell type. يعني بتقدر يحصل لها differentiation لأغلب أنواع الخلايا إما كانش ايه كلهم. عندي زي ما واضح هنا اهو blood cell والneural cell والcardiac muscle والblastocyte وأنواع الخلايا المختلفة. عندي why do scientists want stem cell. هنا بقى بنرجع نشوف أهمية الستيم سيل وليه العلماء بيكونوا عايزين يحتاجوا الستيم سيل في أبحاثهم وليه مهمة كده. الستيم سيل are currently used to treat over. يبقى أنا عندي الستيم سيل بتعالج أكتر من 70 ديزيز، منهم إيه بقى اللوكيميا والبريست كانسر والأنيميا والإميون ديزيز. يبقى أنا عندي الستيم سيل بتعالج أمراض كتير
اكتر من 70 مرض زي سرطان الثدي وامراض مناعية، امراض مناعة وانيميا. ايه تاني في المستقبل بقى؟ هم متوقعين ان هي هتعالج في الزهايمر وفي السكتة الدماغية والديابيتس والسباينال كورد انجيرز والهارت ديسيز والبيرنز. يعني ليها علاجات، ليها تأثير كبير جدا في علاجات الأمراض المختلفة، فعشان كده طبعا هي محط أنظار واهتمام للعلماء. غير كمان ان في كذا بابليك فيجر مهتمين بالريسيرش، الريسيرش عن الستيم سيل، زي موجود في الصور اهو ديفيد بيكمان وهاري ستايلز ومارجوت روبي. تاني حاجة هنقولها، why are stem cell controversial؟ ليه بقى، ليه دايما الستيم سيل ليها يعني ايه مثيرة للجدل؟ يعني ايه ليها فوائد وليها اضرار، فاللي هو بيبقى عندي حذر ان استخدمها. ليه بقى؟ عندي سببين. في الادلت ستيم سيل اما اجي اخدها من شخص، دي حاجة ليها فوائد وليها اضرار. عندي الفوائد، اول حاجة هي no harm to donor when they are collected، يعني اما اجي اخدهم كده من الدونر مش هيبقى فيه اي ضرر عليه. الاضرار بقى، only have potential to become about 10 different types of cell and they may be rejected by the recipient. يعني هي قدرتها بعد كده البوتنشال بتاعها 10 different types بقى، types بس، يعني ده عدد قليل. يعني انا بعد كده لما اجي احقنها للمتلقي may be rejected، may be بنسبة كبيرة rejected، فبالنسبة لي ده عيب كبير. اما بقى في الامبريونيك ستيم سيل، البروس بتاعتها، الميزه فيها، ساينتست بيليف ذات البلوروبوتنت سيل كان بي ديفلوبد انتو اني اوف ذا، عندي 200 تايبس اوف ذا سيل. مش زي بقى الادلت ستيم سيل اللي كانت 10 ديفرنت تايبس بس، هنا 200 تايبس اوف سيل وممكن يبقى اكتر كمان، عشان هي بلوريبوتنت. فبالتالي يعني النتيجة ده ايه؟ little chance of rejection of the recipient. لما اجي احطها للمتلقي للريسيبينت، عندي نسبة الريجكشن عندي ضعيفة جدا، لان هي الستيم سيل الامبريونيك كان ديفولب اند بقى بروفايد وبروديوس اذر بقى سبيسيفيك سيل، وان عندي فرصة كبيرة ان مبقاش فيه ريجكشن على عكس الادلت ستيم سيل. طب عيوب بقى الامبريونيك ستيم سيل ايه هي؟ ان انا عشان اخد امبريونيك ستيم سيل هاخدها منين؟ من الامبريو. طب الامبريو ده عندي لما اخد منه ستيم سيل في مرحلة الديفولوبينج، هو لسه امبريو، ايه اللي هيحصل له؟ هو اكيد destroying. يبقى ان using embryo stem cell involves removing stem cell from the embryo. طبعا ان عمل removing stem cell من الامبريو يعني اهو destroying the embryo before it can develop، وده طبعا شيء ما ينفعش طبعا ان انا انشئ مثلا امبريو عشان اخد منه ستيم سيل وبعدها يحصل له ديستروينج. الحاله الوحيده ان انا اللي تبقى تنفع ان انا اخد منها ان يبقى في انيوزد امبريوز من الاي في اف، غير كده لا، غير كده يعني كده لو انا خدت كده من غير اذن الكابلز او اي حاجه، ده شيء الليجل وطبعا ما ينفعش. وهنا بقى ايه ستيم سيل بيوضح الستيم سيل بتتكون امتى في الفيرتلايزيشن، اهو في الدي 1 هي لسه ما اتكونش، بعد 1 ويك هو بيكون اتكون ويبدا، هنا هو 2 ويك بقى يبدا يتكون الجنين والستيم سيل جواه ومرحله الفيرتلايزيشن. فانا لو شلت الستيم سيل بالنسبه لي كده الامبريو مش هيتكون، ويبقى كده انا بقت الجنين. الامبريو الستيم سيل موجوده اهيت اللي هي عليها السام، ودي اهي موجودة قبل ما يتم 1 ويك، لان هي بتنشأ من 3 لـ5 ايام بعد الفيرتلايزيشن، فهي ضرورية جدا ان الامبريو عندي يكتمل نمو وينمو وما يحصلوش اي ضرر. مجرد ان انا اشيلها خلاص الامبريو ديسترويد. هنا بقى دور الدولة government guidelines، الدولة بقى بالنسبه لها ايه الستيم سيل؟ الدوله دلوقتي funded embryonic stem cell research. يعني كان الاول ان الريسيرش about stem cell ده not allowed، دلوقتي بقى allowed بس في حاله واحده زي ما قلنا في الاول، ان القبل اللي هيتبرعوا بالامبريو يكونوا موافقين
وان هو يكونوا الامبريوز دول اكسترا امبريوز فروم اي في اف تريتمنت، يعني مش هخلقهم مخصوص عشان اعمل لهم تجارب، هما كده كده اكسترا امبريوز من الاي في اف تريتمنت.